إذا مشاهدينا الكرام نستكمل هذه التغطية الخاصة بمراسم تنصيب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة والرئيس 46 للولايات المتحدة. انتهت مراسم التنصيب والآن يخرج ويغادر مبنى الكونغرس متوجها إلى البيت الأبيض. سنخوض في هذا الجزء من هذه التغطية في لمحة عن فريق جو بايدن، إدارة جو بايدن، لكن بعد هذا التقرير. أمريكا في قبضة جو بايدن الرئيس الجديد 46 الولايات المتحدة، الذي سينطلق بفريق جديد ليقود زمام الأمور في السنوات الأربع المقبلة. مجموعة من خريجي إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، هكذا وصفت الصحافة الأمريكية فريق إدارة بايدن، وأغلبهم من الدبلوماسيين الذين شغلوا مناصب في إدارة أوباما عندما كان بايدن يشغل منصب نائب الرئيس. وبحسب بعض المراقبين فإن الإدارة الجديدة ستسلك طريقا مختلفا تماما عن سياسات الإدارة السابقة للرئيس دونالد ترامب، والتي رفعت شعار أمريكا أولا والعودة مجددا إلى القيادة الأمريكية على النطاق العالم. وأبرز أعضاء الفريق هو جيك سوليفان، الذي سيشغل منصب مستشار الأمن القومي، الذي شغل مناصب عليا في وزارة الخارجية الأمريكية خلال عهد أوباما، وكان له دور أساسي في المفاوضات التي سبقت الاتفاق النووي الإيراني. أما أنتوني بلينكين الذي سيشغل منصب وزير الخارجية، كان قد شغل منصب نائب وزير خارجية الولايات المتحدة بين عامي 2015 و2017، ويعتبر بلينكين من أكثر المؤيدين للاتفاق النووي، هو الذي رافق مساره بشكل مباشر، وكان قد انتقد انسحاب الإدارة الأمريكية السابقة من الاتفاق النووي مع إيران بشدة، وقال إن ذلك عرض حياة جنود أمريكيين في سوريا والعراق للخطر. أما إفريل هيلز التي ستشغل منصب مديرة الاستخبارات الوطنية، ستصنع التاريخ كأول امرأة تشغل هذا المنصب، وشغلت منصب نائب مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض. أما جانيت إيلين ستشغل منصب وزيرة الخزانة الأمريكية، وكانت قد شغلت رئاسة الاحتياط الفيدرالي في ولاية أوباما الثانية حتى انتهاء ولايتها عام 2018. كل العيون تتجه نحو هذا الفريق، الذي من شأنه أن يقلب قرارات الإدارة السابقة ويعيد الولايات المتحدة إلى المسار الذي اعتاد عليه العالم. أرحب بضيوفي الكرام، دكتور مهدي العفيفي المحلل السياسي وعضو في الحزب الديمقراطي، أهلا بك معنا، والأستاذة روان رجولة المحلل السياسي المختصة بالشأن الأمريكي وأيضا بشأن الشرق الأوسط، وأيضا بليغ صلاحدين الصحفي الزميل المتابع للشأن الأمريكي انضم إلينا مجددا. وأبدأ معك بليغ، قبل أن نخوض في هذه التعيينات وفريق إدارة بايدن، لكن في 100 يوم الأولى لجو بايدن في البيت الأبيض ربما ينقلب على إرث ترامب، هكذا يصف البعض. نعم فعلا، وبدأ نستطيع أن نقول بهذه الأمور من توقيعه على الأمور التي وقع عليها في مبنى الكابيتول الآن وقبل لحظات محمد. بداية بطبيعة الحال وقع على إعلان يوم التنصيب، وأيضا على ترشيح أو المرشحين للكابينت المجلس الوزاري المصغر المقرب من بايدن، وأيضا من يأتي في الدرجة الثانية بعد هؤلاء. هذا يقول لنا أن الفريق الجديد من شأنه بطبيعة الحال أن يقلب الموازين بالنسبة لكل السياسة الأمريكية الخارجية وما يتعلق بأمور مركزية كالهجرة وغيرها، وبطبيعة الحال الشرق الأوسط وإيران وكل باقي الأمور. في أول 100 يوم بايدن يخطط أن يقلب كل إرث دونالد ترامب كما يصفه البعض في الإعلام الأمريكي. بداية عندما جعل ترامب قضية الكمامات قضية سياسية، وأنه لا يريد أن يرتدي الكمامات، ومن يرتدي الكمامات هو ضعيف، وكل هذه الأمور، بايدن يريد أن يطلب من الأمريكيين أن يرتدوا الكمامات بداية، ومن ثم يجعلهم يرتدوها حيث يستطيع. نحن نعلم أن في الولايات المتحدة هناك أمور على المستوى الفيدرالي وأمور على مستوى الولايات نفسها، بالإضافة إلى ذلك يريد أن يخصص حملة خاصة لمئة تطعيم للأذرع الأمريكية كما يقول، أو أذرع الأمريكيين. 100 مليون تطعيم، هذا يختلف عن سياسة ترامب يقول نحن نريد أن نعطي جرعات تطعيم، ولكن نريد أن نحافظ على أن يكون هناك جرعة ثانية. بايدن عفوا يريد أن يعطي كل الجرعات الموجودة للجرعة الأولى من يتلقاها، ويقول سوف
عفوا نحصل لاحقا على الجرعة الثانية. بطبيعة الحال هو يدعم فتح المدارس في الولايات المتحدة، تمرير خطته الكبيرة 1900 مليار دولار، تشمل أيضا 1600 شيكات التي ستدفع إلى المواطنين الأمريكيين، وأيضا خطة للمهاجرين مع طريق لإعطائهم الجنسية بمرحلة معينة. كل هذه الأمور بطبيعة الحال هي منافية ومعارضة لدونالد نعم. ترامب. دكتور مهدي، إذن الزميل بليغ تحدث عما يريد أن يحققه ربما جو بايدن في 100 يوم الأولى، لكن الأمل والتوقعات بشأن الرئيس الأمريكي الجديد في الداخل الأمريكي. تحية إليك ولضيفتك الكريمة وإلى المشاهدين الأعزاء، وأحييكم على هذا التقرير. في الداخل الأمريكي هناك ارتياح كبير بعد أن مر هذا اليوم بسلام. هناك عودة لأمريكا التي اعتدنا عليها المعتدلة المحترمة من العالم أجمع. المسائل التي تم مناقشتها هي مسائل حيوية، يعني توطين أو تصحيح يعني حالات الهجرة لمن هم داخل الولايات المتحدة الأمريكية. هذه ليست بسابقة للرئيس بايدن، ولكن هؤلاء يعملون ويعيشون ويخدمون معنا ويقومون يعني بأعمال لا يقوم الكثيرين منا بها ولا يدفعون الضرائب، فلذلك يعني دخول هؤلاء الملايين هم موجودين، ولا يمكن ولم تستطع إدارة ترامب أن ترحلهم مثلا، لأن تكلفة ترحيلهم عالية جدا، وهناك صناعات تعتمد عليهم سواء كانت مصانع أو مزارع أو مطاعم. فلذلك من الواقع بلد مثل الولايات المتحدة الأمريكية تعتمد على المهاجرين أن تصحح أوضاع الموجودين، إضافة أن القرارات الداعمة للصناعات الصغيرة والمتوسطة والداعمة للمواطن الأمريكي الذي بسبب جائحة ترامب، ولا أقول هذا خطأ وإنما أعني أنها جائحة ترامب، لأنه لو تعامل معها منذ بداية يناير كما أعطته معلومات CIA عن هذه الجائحة، وكما أقر بنفسه في تقارير كثيرة وفي اعترافات مع كتاب عالميين يعني لا مجال لذكرهم الآن، كانت حالة جائحة ترامب أفضل بكثير مما نحاول عمله نعم. وكان الاقتصاد قد يكون أفضل بكثير، لكن بأسباب أخطاء كثيرة. دكتور مهدي نعم، ربما كان هناك أخطاء، وهذه الجائحة التي أسميتها بجائحة ترامب ربما تكون هي الامتحان اليوم لجو بايدن الرئيس الجديد. أستاذة روان، ما هي القضايا التي يأمل حلفاء واشنطن وخصومها يتعامل معها جو بايدن اليوم؟ نعم، تحية لك ولضيوفك. حقيقة على المستوى الدولي أعتقد أن هناك ترقب من قبل طهران للخطوات الأولى التي سوف تقوم بها واشنطن يعني بقيادة جو بايدن، أيضا يعني الدول العربية والدول الخليجية بالتحديد على الأخص السعودية، لأنه يعني صرح جو بايدن وحتى كاميلا هاريس في أكثر من موقف أنهم سوف يعني يأخذون موقف متشدد من المملكة العربية السعودية ومن ولي العهد محمد بن سلمان. أيضا ملفات تتعلق بالصين وروسيا وكوريا الشمالية كلها يعني ملفات، وأيضا أوروبا اليوم أوروبا عبرت بطريقة متفائلة أعتقد أنها مبالغ بها عن أنه صفحة جديدة مع قدوم بايدن إلى السلطة، ولكن أريد أن أقول أنه لم يحتج يعني بايدن إلى 100 يوم لمعرفة يعني قراراته. أعتقد أن أصبح موجودا الآن، قامت يعني صفحة تويتر للسفير لإسرائيل بتغيير نعم. الاسم من سفير لإسرائيل إلى سفير صحيح. لإسرائيل ويست بانك وغزة. هذا يدل إلى أين يعني تذهب وصلة إدارة بايدن. نعم بليغ، إذن في هذا الشأن موقع تويتر فعلا يعني غير اسم أو يعني لقب دعنا نقول السفير من السفير في إسرائيل إلى السفير في الأراضي الفلسطينية أيضا وغزة، هل يشير فورا يعني فعلا إلى تغير جوهري في السياسة الخارجية لجو بايدن فيما يتعلق بالشرق الأوسط؟ نعم فعلا، هذا أمر يوضح لنا السياسة التي من شأنها أن تتبع في الإدارة القادمة والإدارة الحالية إدارة جو بايدن. نشير فقط أن ليس تويتر الذي غير وإنما بطبيعة الحال بطلب من نعم. الإدارة الأمريكية. هذا يقول أن بايدن يهتم بالقضايا الإنسانية على مستوى العالم، وهذا ما يطلبه منه أيضا مصوتو المركز يسار في الولايات المتحدة الليبراليين وأيضا
الجزء التقدمي، الجزء الذي يعتبر يعني أكثر يسارا في الحزب الديمقراطي، يريدون أن يعيدوا ملف حقوق الإنسان إلى الطاولة، وبهذا سيختلف مع هذا الأمر تعامل جو بايدن مع الصين، تعامل جو بايدن مع السعودية، تعامل جو بايدن مع إسرائيل. أيضا من الممكن أن نشهد تحركات وتغيرات بما يتعلق بالملف في الصحراء، بعلاقة بطبيعة الحال يعني قضية المغرب والصحراء التي تعتبرها مغربية أو غربية. كل هذه الأمور التي يعني تخص وجود أقليات معينة في العالم، إن كان أقلية الإيغور في الصين أو الفلسطينيين في الأراضي هنا، أو إن كنا نتحدث عن سكان الصحراء وجبهة البوليساريو، هؤلاء أقليات من شأن الإدارة الحالية أن تهتم بهم ولا تهمشهم كما يصفها البعض، كما قامت إدارة دونالد ترامب فعله. نعم، قبل أن نعود إلى ضيوفنا الكرام ننتقل إلى مايك موفدنا، موفد أي 24 نيوز من واشنطن. إذا مايك، إلى أين وصلت هذه الاحتفاليات أو الفعاليات بعد انتهاء المراسم في واشنطن؟ الكثير من التطورات المثيرة للاهتمام بعد المراسم سوف تحدث اليوم، وتقليديا الولايات المتحدة وسفرائها في القدس في إسرائيل هم أقاموا مؤسسات مختلفة تابعة للفلسطينيين في مكاتب مختلفة في القدس، وأيضا في الإدارة الأخيرة لأوباما. هو أعطى الفلسطينيين مشروع لسفراء أمريكيين، ولذلك هم لم يعجبهم هذا الأمر. قبل ساعة تقريبا هناك حساب في تويتر جديد قال أن السفراء الأمريكيين هم سيرسلون لإسرائيل وإلى غزة وإلى الفلسطينيين، أنه يعني أن السفراء لن يكونوا فقط يهتمون بالأمور الإسرائيلية، ولكن أيضا يهتمون بأمور غزة وحماس. وإذا كان الأمر صحيحا سوف يكون لديه تداعيات ضخمة لكيفية إدارة الولايات المتحدة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وهذا التغيير حدث، ولكن سوف نرى ماذا يعني مستقبلا، وسوف نهتم برؤية التغيير الذي سوف يحدث. ديفيد فريمان هو سوف يكون السفير الذي أنهى عمله اليوم. لا نعرف من هو السفير القادم الذي سوف يهتم بموضوع قطاع غزة بالإضافة إلى الحكومة الإسرائيلية. مايك واكنهايم، أشكرك موفد أي 24 نيوز، كنت معنا من واشنطن حتى هذه اللحظة. دكتور مهدي، ربما هذه أو ما حدث على تويتر سيثير ضجة. فعلا السفير الأمريكي تغير لقبه من السفير في إسرائيل إلى سفير في الأراضي الفلسطينية أيضا، وهناك تخوف ربما أيضا إسرائيلي من أن تعيد إدارة جو بايدن النظر في مسألة السفارة التي نقلها ترامب إلى القدس، من تل أبيب إلى القدس. لكن قبل قليل خضنا في هذا النقاش، والأمر ليس سهلا، يعني ليس بهذه السهولة أن يتم إعادة النظر في هذه المسألة. هل توافق ذلك؟ لا بالطبع، لا أعتقد أنه سيتم تغيير مكان السفارة، وقد قال ذلك يعني وزير الخارجية ليلة أمس أمام الكونغرس. العودة في الاتفاقات مع إسرائيل لن تحدث. العلاقات الإسرائيلية الأمريكية علاقات وطيدة، لكن تغيير، لابد الذكر هنا أن هذا الحساب هو الحساب الرسمي لوزارة الخارجية وليس حساب خاص، فلذلك نعم. تم تغييره بناء على السياسة القادمة. هناك في القدس الشرقية هناك مكان يمكن أن يكون يعني السفير الجديد بين يعني في الولايات المتحدة الأمريكية. هناك حديث على عودة التواصل مع الإسرائيليين، عودة الجلوس للمفاوضات. أعلم جيدا يعني وقد التقيت مرارا وتكرارا يعني مع ضيوف على قناتكم المبجلة، وكان هناك حزن شديد، وقد قلتها، الحزن في إسرائيل على ترامب أكثر من الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه قدم ما لم يقدم أي رئيس لإسرائيل. أعتقد عودة التوازن
بشكل ما بإدارة بايدن الجديدة، سيرحب به من الدول العربية، وهذا لا يمنع من استمرار العلاقات الودية مع دول الشرق الأوسط ودول الخليج العربي. وأعتقد أن إن كانت هناك نوع من التوازن في هذه العلاقات ستسمح بدخول دول عربية أخرى، وسيكون هناك يعني الولايات المتحدة الأمريكية تكون حقيقة يعني داعمة لحل الدولتين كما سمعنا من إدارة بايدن. وأعتقد أن هذه المسألة ستخفف من حدة الضغوط على الداخل الأمريكي في السياسات الخارجية، خاصة بالفلسطينيين وبالإسرائيليين. وهناك يعني توجه في الانتظار للانتخابات الإسرائيلية، لأنه من المتوقع أن يكون هناك تغيير حتى في الداخل الإسرائيلي، لذلك هذه الأمور ستحتاج بعض من ولكن عودة لسؤالك مرة أخرى، ما تنفيذه لا يمكن التراجع عنه. نعم أستاذ روان، هل ما يجري الآن هو مجرد شكليات من قبل الحزب الجمهوري، أم فعلا هذا الحزب وإدارة جو بايدن توجه صفقة أو صفعة، دعينا نقول عفوا، صفعة لصفقة القرن التي تقود خطط لتقويض خطط دونالد ترامب؟ أعتقد أنه يعني إذا فهمت السؤال صحيح. نعم يعني يبدو أني أنا أخطأت، أعتذر. هل يوجه الرئيس الجديد جو بايدن ضربة لصفقة القرن تقوض خطط دونالد ترامب، دعينا نقول؟ لا أعتقد ذلك، لأنه يعني التزم دائما، أعلن الالتزام الرئيس بايدن ب يعني الموقف الإسرائيلي وحق إسرائيل في الدفاع عن النفس والوجود. وبالعكس البارحة أنتوني بلينكن يعني قال أنه سوف يبني على اتفاقيات السلام مع الدول العربية ويشجع على أخرى. أعتقد هو ما سنراه هو الشق الإنساني، عودة يعني تمويل، يعني إعادة فتح سفارة أو يعني مقر التمثيل لسلطة فتح هنا كانت مغلقة تم إغلاقها، يعني قد نرى سفير فلسطيني هنا مرة أخرى، تمويل يعني الأونروا، إعادة التمويل، ليس أكثر من ذلك. ولكن أعتقد أنه الضغط الاقتصادي هنا في الولايات المتحدة الأمريكية وعمليا توجه إدارة بايدن إلى رفع الضرائب، سيكون من الصعب على الإدارة الحالية الاحتفاظ بمجلس الشيوخ ومجلس النواب لأكثر من عامين، لأنه يعني وأيضا سوف يكون من الصعب دفع المبالغ أو الالتزام باتفاقيات كبيرة خارجية لتقديم الدعم. وأيضا نقطة أخرى، لا أعتقد أنه رئيس بايدن يريد أن يظهر بمظهر الضعيف، وبالأخص بالمقارنة مع ترامب. ترامب لقد مهد له الطريق ووضع له مسرحا معينا ليبني عليه. أعتقد أن بايدن سوف يأخذ هذا المسار ويبتعد تدريجيا عن أوباما. نعم بليغ أيضا، إلى أي مدى عقد ترامب مسيرة جو بايدن على صعيد السياسة الخارجية؟ دعنا نقول حتى أنه استمر في فرض عقوبات على إيران حتى يومه الأخير. نعم فعلا، ليس فقط بما يتعلق بإيران، بطبيعة الحال يعني إيران أخذت كل موضوع انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي معها كحجة لكي تتمرد أيضا من جانبها. ولكن أيضا حلفاء الولايات المتحدة وهم الأهم هنا، قضية تعامل دونالد ترامب مع الاتحاد الأوروبي، تعامل دونالد ترامب مع الولايات المتحدة، بما أننا نفصل الآن بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حلفائها ككندا وغيرها من الدول التي تعتبر حليفة ترامب، يعني خلال فترة حكمه تقرب أكثر إلى أشخاص يعني يحبون أن يستحوذوا أكثر على السلطة، مثل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بطبيعة الحال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، شي جي بينغ أيضا الرئيس الصيني. هؤلاء يعتبرون يعني خصوم بين قاب قوسين للاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وغيرها وكندا بطبيعة الحال. إذن يعني إعادة العلاقات الآن التي يجب على بايدن
بايدن أن يقوم بها مع الاتحاد الأوروبي، مع الرئيس ترودو في كندا وغيرها وغيرهم من الرؤساء، هي لا شك أمر ليس سهلا. كان هناك تقارير تقول أن ترامب حتى أنه كان فظا مع رئيسة وزراء البريطانية السابقة، أيضا مع أنجيلا ميركل التي تعتبر يعني أيضا تقدمية برغم أنها محافظة ومتدينة. يعني هؤلاء الأشخاص الذين دائما كانوا إلى جانب الولايات المتحدة بعدوا عنها في فترة دونالد ترامب بسبب سياسته التي اتبعها، والحمد لله نخوض الآن إذا كانت سياسة صحيحة أو لا. بايدن لديه سياسة أخرى، يريد أن تعود الولايات المتحدة لكي تقود العالم وليس الولايات المتحدة أولا، أمريكا فيرست كما يقولها دونالد ترامب، وهذه بطبيعة الحال ليست مهمة سهلة. بعد أن يتخطاها بايدن نستطيع أن نتحدث عن كل الصعوبات الأخرى. دكتور مهدي، ترامب في خطابه الوداعي أمس لم يذكر بايدن وقال أنا أول رئيس أمريكي لم يخوض حروبا، رغم أنك شبهت الجائحة بجائحة ترامب في الداخل الأمريكي، لكن على صعيد السياسة الخارجية هو رئيس لم يخوض حروبا أيضا. تعقيبك. المسألة ليس خوض الحروب ليس اختيارا، دائما السياسات الخارجية الأمريكية تفرضها أمور الواقع. الرئيس الأمريكي كان متخبطا، السابق دونالد ترامب كان متخبطا في سياسته الخارجية، هو إن أراد أن يخوض حروبا هو يحاول اللعب بمشاعر يعني فئة معينة من الشعب الأمريكي. الشعب الأمريكي بطبيعته عامة كلنا لا نريدين خوض حروب سواء ديمقراطيين أو أمريكيين. التوصيفات والعنصرية التي يحاول الحديث بها رئيس دونالد ترامب هي تفريق وليس يعني جمع لشمل الولايات المتحدة. كلنا نريد الأمن والسلام داخل الولايات المتحدة الأمريكية، لكن خطاب الرئيس ترامب منذ بدايته وقبل حتى بدايته التشكيك في المؤسسات الأمريكية، التشكيك في نزاهة الانتخابات، التشكيك في كل شيء. أعتقد أن أفضل الصور أنه اليوم لم يكن موجودا على الصورة الأمريكية الحقيقية وأصبح منبوذا حتى من أقرب الأقربين من الجمهوريين. هناك حقيقة واقعية ألا وهي أن السياسات المعتدلة للولايات المتحدة الأمريكية سواء كان الرئيس جمهوريا أو ديمقراطيا فكانت هناك حروب مع الجمهوريين، كانت هناك حروب أثناء الديمقراطيين. ليست هذه يعني شخصية يحاول أن يفصل نفسه كأنه يعني مخلص هذه الأمة، وللأسف هو الذي تسبب في أكبر شقاق داخل هذه الدولة إلى الآن، وكاد أن يؤتي بالمنظومة الديمقراطية. منذ متى نرى ما حدث في أحداث 6 يناير؟ أعتقد أن سيذهب ترامب إلى مزبلة التاريخ ولا يمكن التأويل على حديثه. أعطانا أكاذيب لمدة 4 سنوات وانتهى الأمر، اقتصاد منتهي، علاقات دولية غير طبيعية، تبدل إيراني غير عادي. دعنا لا ننسى هناك مسألتين دائما يقلب فيهم الوقائع، الخروج من الاتفاق النووي الإيراني أدى إلى تمدد إيران في المنطقة ولم يقوم بتحريك ساكن، وأدى إلى زيادة التخصيب النووي. كوريا الشمالية التي افتخر بها أدت إلى امتلاك صواريخ باليستية لم تملكها من قبل، فهذه كلها أكاذيب. الواقع أنه لابد من عودة الولايات المتحدة الأمريكية كما قال بايدن إلى قيادة العالم وليس إلى. أشكرك، ابقى معنا لو سمحت. أستاذة روان، يعني ألمحتي بأن الحزب الجمهوري قد يلملم جراحه أيضا مرة أخرى، قد يوحد صفوفه في الانتخابات النصفية، هل فعلا تتوقعين ذلك وعلى حساب من؟ هل على حساب التخلي عن ترامب، خصوصا أن هناك من يرى بأن فصلا جديدا من الترامبية قد بدأت بعد مغادرة ترامب؟ نعم، يعني هناك من هناك 10 أعضاء بالكونغرس قرروا المضي قدما في نزع يعني الامبيتشمنت او نزع السلطه او محاكمه الرئيس ترامب حتى بعد نهايه ولايته، ولكن اريد ان اكون يعني موضوعيه قليله بالقول انه يعني الانقسام في المجتمع الامريكي بدأ منذ تولي الرئيس ترامب لسدة الحكم. رفضته هيلاري كلينتون، رفضته نانسي بولوسي، قالت عنه أنه رئيس غير شرعي، شككوا أيضا في الانتخابات، تويترز تغريدات نانسي بولوسي موجودة، الذهاب به إلى إلى أول امبيتشمنت باتهامه أن روسيا قد ساعدته، وأيضا الامبيتشمنت الثاني. يعني كل هذا الموضوع أيضا تحالف الشركات الكبيرة تويتر وفيسبوك يعني ووسائل الإعلام الأمريكي ضده. يعني الحديث عن حرية التعبير في الولايات المتحدة الأمريكية الآن بالأخص بعد منعه من يعني المنصات تويتر وغيرها
هو فعلا تهديد لديمقراطية الولايات المتحدة الأمريكية ويعني حرية الرأي والتعبير المضمون دستوريا. هذا كله يلقي بظلاله على الانتخابات القادمة، وهناك تقارير تتحدث أنه سوف ينشئ حزبا جديدا، هناك 70 مليون ناخب قد يكون جمهوري انتخب ترامب او هو من يعني من يعني من مناصرين ترامب، ولكن في كل الاحوال هناك انقسام حتى في الحزب الجمهوري، يعني حتى في الحزب الديمقراطي هناك الجناح التقدمي اي او سي وبيرني ساندرز، لذلك والتقليدي مع ناسي بولوسي كلاهما متحدين ضد ترامب. الان ترامب خارج المعادلة، سوف نرى انشقاقات حتى داخل الحزب الديمقراطي، وبايدن سوف يواجه هذه المشكلة. أشكرك جزيل الشكر أستاذة روان رجولة، المحللة السياسية والباحثة في الشأن الأمريكي وقضايا الشرق الأوسط. دكتور مهدي العفيف ستبقى معنا، وأيضا بليغ صادينا زميلة الصحفي المتابع للشأن الأمريكي ستبقى معنا، وأنتم مشاهدينا الكرام دقائق ونعود إليكم في هذه التغطية المستمرة.